ازيكم؟ حبيت اسلم عليكم في اول يوم من ايام 2021. نستقبل العام الجديد مع بعض ونسامح 2020. كانت سنة صعبة، مش علي انا بس، على ناس كتير قوي قوي قوي، ومش بس في بلادنا العربية، في كل العالم، في كل بلاد العالم. كانت سنة تقيلة، يمكن حساها ان هي ممكن تكون شبه عام الحزن اللي عدى على النبي عليه الصلاة والسلام، اللي مات فيه ناس مهمة قوي في حياته، زوجته سيدة خديجة وعمه، والظروف ضاقت قوي 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 على النبي واتباعه في الوقت ده، وكان امتحان صعب، كان امتحان صعب قوي قوي قوي. فبقى العام كله عام الحزن، لكن خلاص 2020 عدت بكل اللي كتبه لنا ربنا فيها. فقدنا الناس اللي كان لازم نفقدهم، وبرضو في نفس الوقت اتولدت بيبيهات جميلة جديدة حلوة، ولسه هنفقد ناس تانيين، واحنا الله اعلم كمان هنكون امتى من المفقودين، ولسه برضو هنستقبل بيبيهات جميلة وحلوة. وفي ناس فقدت شغلها ولقت شغل تاني، وفي ناس لسه ما لقتش شغل، بس ما فيش حد مات مننا من الجوع. في ناس شغلها تأثر، بس مش لدرجة ان الدنيا تتسد في وشها قوي. في ناس اتخنقت ورجعت صالحوا بعض تاني، وناس انفصلوا عن بعض. الحياة شغالة والدنيا شغالة، وزي ما بقول لكم كل مرة، كل يوم بداية جديدة. انا مؤمنة قوي 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 بده، ان كل يوم ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لنا اليوم هدية، ده يوم جديد. شوفوا هتفكروا ازاي، شوفوا هتتغيروا ازاي. وعلى فكرة مش لازم ان احنا نتغير قوي، احيانا بيكون كفاية قوي علينا ان احنا نحافظ على الحاجات الحلوة اللي في حياتنا. احيانا بيبقى لازم ان احنا نحسن اكتر واكتر، واحيانا بيبقى لا، انا محتاجة ابذل المجهود ده في ان انا احافظ على اللي موجود في حياتي. وكل يوم هدية من ربنا سبحانه وتعالى. بفكر يا ترى النهاردة هعمل ايه عشان احسن حياتي ولو حتى حتة صغيرة، وبرضو بفكر يا ترى النهاردة هعمل ايه علشان احافظ على الحاجات الحلوة اللي موجودة في حياتي. فندعي ربنا، خزائن الرحمة بإيدين ربنا سبحانه وتعالى، المكتوب واللي مقدر بإيدين ربنا سبحانه وتعالى. لكن دايما أحب أفكر نفسي إن الإنسان مسير باختياره، يعني برضو ما نتنصلش من إن إحنا لينا دور، من إن إحنا لينا قرار بناخده، فبنتحمل نتيجة القرار ده إذا كان صح ولا غلط. ما نجيش بعد ما ناخد قرار غلط نقول مقدر ومكتوب. مقدر ومكتوب، لكن أنت ليك اختيار. وربنا سبحانه وتعالى حمل آدم، وإحنا بني آدم، الأمانة. الأمانة كانت إيه؟ كانت إن هو عنده القدرة على الاختيار. مش كل حاجة ممشياها في حياتنا غريزتنا، لا، في عندنا عقلنا اللي بيقول لنا أمشي يمين ولا أمشي شمال، أروح السكة دي ولا أروح السكة دي، أمشي مع دول ولا ممشيش مع دول. ففرصة جديدة. أنا دايما أحب البدايات، البدايات ليها رونق، البدايات ليها طابع كده رومانسي لطيف، إن إحنا يلا نبتدي حاجة جديدة. وزي ما البدايات مهمة فالنهايات مهمة، فعشان ابتدي من البداية واوصل للنهاية قوية برضو، لازم اعتبر ان كل يوم بداية جديدة، ولازم كل يوم احط قلبي وطاقتي وجهدي وكل حاجة كويسة فيا في هذا اليوم. كان في مقولة بتقول ان الايام قصيرة لكن السنين طويلة،
اليوم بيعدي بسرعة 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 ما بنحسش بيه، لكن عشان تفكر في آخر السنة تقول إيه ده إحنا فين وآخر السنة فين، لكن لما نوصل لآخر السنة نقول إيه ده عدت بسرعة قوي. فمش عايزين السنة دي نقع في الفخ اللي دايما بنقع فيه كل سنة، إن إحنا نفتكر إن الدنيا طويلة، الحياة كده قدامنا طويلة، الحياة طويلة والسنة طويلة لكن اليوم قصير، فاغتنموا كل يوم. دي الرسالة اللي أنا حبيت النهاردة أفكر نفسي بيها وأقولها لكم عشان نفتكر مع بعض، إن إحنا نغتنم كل يوم، كل يوم هدية من ربنا سبحانه وتعالى، علشان لما يعدي 12 شهر وندخل في 2022، إذا أحيانا ربنا كان لينا عمر وكان ليا نصيب إن أنا أشوفكم السنة الجاية، أفكركم وأقول لكم فاكرين أول يوم في 2021 لما فكرنا إن إحنا إزاي وقررنا إزاي إن إحنا نغتنم كل يوم. خليها دي رسالة النهاردة، إن إحنا نغتنم كل يوم. لو حد حبيبك جه على بالك ما تقولش هبقى أكلمه بعدين، هبقى أكلمه بكرة، اغتنم النهاردة واعمله النهاردة. لو اتخانقت مع مراتك، لو اتخانقتي مع جوزك وفكرت وقلت بكرة حلها حلال بكرة نبقى نعمل، اتكلموا النهاردة وافتكروا الحاجات الحلوة اللي بينكم النهاردة. لو في مهمة معينة مكلف بيها في الشغل هتسلمها بعد أسبوع، ما تستناش لما يبقى فاضي على نهاية الأسبوع يوم وتبتدي تشتغل فيها وتلصقها وتعملها أي كلام. ابتدي النهاردة، اعمل أي حاجة صغيرة فيها النهاردة. بلاش نستنى، بلاش نأجل، بلاش نسوف حياتنا، بلاش نماطل مع سعادتنا. الإنجاز سعادة، تحقيق الأهداف سعادة، الراحة سعادة، العلاقات الحلوة سعادة. السعادة ملهاش معادلة واحدة، السعادة ملهاش مكونات أساسية هي دي وبس، لا، السعادة ممكن تيجي في شكل حاجات كتير أوي أوي أوي. يمكن يكون ليها فاونديشن، يمكن يكون في أساس بنبني عليه، لكن في النهاية السعادة ممكن تكون في حاجات بسيطة وممكن تكون في حاجات كبيرة. فنغتنم البسيط علشان لما يجي الكبير برضو نفرح بي. كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب يا رب السنة اللي احنا فيها دي تبقى سنة خير وسعادة ورضا وراحة بال في كل حاجة يا رب. اشوفكم قريب ان شاء الله. Thank you.